للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز في روسيا. حسين، بعد التحية دعنا نتجول معك بداية في الوضع الميداني بصفة عامة عما يجري على الساحة الأوكرانية على الأرض. نعم، تحياتي. اليوم وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن إحباط إنزال حاولت القوات الأوكرانية بإنزال على محطة الطاقة النووية في زاباروجي، وبالرغم من وجود أعضاء وكالة الطاقة الذرية داخل المحطة، إلا أن القوات الأوكرانية حاولت خلال الليلة الماضية السيطرة على المحطة. الدفاع الروسية أكدت عن أن القوات الروسية استطاعوا صد هجوم القوات الأوكرانية على المحطة ومحاولة السيطرة على المحطة. كما أيضا أكدت الدفاع الروسية أن حوالي 230 مقاتل أوكراني تم قتلهم في سياق المحاولات المستمرة للجانب الأوكراني بالتقدم باتجاه نيكولايف. وأيضا وفي التطورات العسكرية دارين، على ما يبدو فإن القوات الروسية الآن تستخدم وتيرة متسارعة أو عبر قصف والمراكز للمسلحين الأوكران في خاركوف وفي نيكولايف. نيكولايف وخاركوف، الصواريخ الروسية لم تتوقف طيلة الفترة الماضية والأيام الماضية، هذا ما يؤكده عدد كبير من المراقبين. الجانب الروسي على ما يبدو فإن العملية أو الضربات الروسية توزعت على هذه المدن، ربما القوات الروسية تريد أن تتقدم نحو المدن نحو خاركوف ونيكولايف في وقت لاحق، لكن لغاية الآن الجزء الذي يربط نيكولايف وخيرسون لا زال تحت السيطرة الأوكرانية، وهذا الجزء تدور فيه معارك عنيفة بين الطرفين الروسي والأوكراني. القوات الروسية تستخدم المدفعية والصواريخ وتدق مواقع المقاتلين الأوكران في منطقة نيكولايف، نظرا إلى أن منطقة نيكولايف تعتبر من آخر المدن أمام القوات الروسية للتقدم نحو أديسا. بالنسبة لجبهة دانيسك، تعرض الأقليم إلى قصف عشوائي وعنيف خلال الليلة الماضية، حيث أفادت المعلومات عن أن انتفوت قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين نتيجة القصف الأوكراني العشوائي على المباني السكنية في دانيسك. وحتى أيضا أن بعض الصحفيين الأجانب باتوا ليلتهم خلال الليلة الماضية في الشوارع وأيضا في الأحياء وهربوا من المنازل نظرا إلى القصف العشوائي الذي استخدمته القوات الأوكرانية على مدينة دانيسك. أيضا وفي التطورات وفي السياق العسكري دارين، ولكن على الصعيد الإنساني، اليوم سلمت القوات الروسية ثلاث مباني سكنية إلى سكان مدينة ماريوبل. السكان ماريوبل يؤكدوا على أنه في أقل من ثلاثة أشهر تم تجهيز ثلاثة مباني لمواطني مدينة ماريوبل. هذه المباني تقدمها روسيا إلى هؤلاء السكان بشكل مجاني، وأيضا تؤمن كافة الاحتياجات اللازمة داخل المنازل لهؤلاء المواطنين. نعم، دعني أعود بك حسين إلى زابوروجيا وبعثة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين بدأوا أعمالهم التفتيشية بالفعل منذ الخميس الماضي. ألا يوجد هناك أي معلومات مسربة أو أي معلومات عن التقارير التي قد تصدر عن البعثة؟ لغاية الآن دارين لا يوجد أي معلومات حول التقرير أو حول نتيجة ما قام به أعضاء أو بعثة وكالة الطاقة الذرية، حتى أن الجانب الروسي لغاية الآن لم يصدر أي بيان أو لم يشير إلى أي معلومة حول نتائج عمل البعثة في المحطة. فقط الجميع لا زال لغاية الآن يعول على أن يكون تقرير البعثة مرتبط بالشفافية وبالعقلانية. وكما أيضا أن موسكو دعت مجلس الأمن إلى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل لعرض أعضاء وكالة البعثة الذرية ما تقريرهم
وحول الاستهدافات التي أصابت محطة زاباروجي. موسكو تأمل بأن يكون نتائج التقرير غير خاضعة إلى الهيمنة الأمريكية والضغط الأمريكي. وأيضا لغاية الآن روسيا أعلنت ولا زالت تؤكد أنها مستعدة للتعاون مع أعضاء وكالة الطاقة الذرية. غير ذلك أو معلومات بخصوص ما تم حول ما تم البحث به أو ما تم كشفه من قبل أعضاء وكالة الطاقة الذرية، لغاية الآن لا يوجد أي معلومات بخصوص هذا الأمر ذلك. نعم، يعني كنت أتحدث معك خلال نشرة السادسة عن ورقة الضغط التي أصبحت تلوح بها موسكو للضغط على أوروبا لفتح مجالات الحوار مع الجانب الأوروبي كما أشرت حسين. يعني إلى أي مدى ستنجح موسكو في استخدامها الغاز كورقة ضغط على أوروبا في ظل إيجاد بدائل أوروبية للغاز الروسي بحسب تصريحات المسؤولين الأوروبيين؟ ما هي توقعات الخبراء من حولك في رد الفعل الأوروبي على هذه الورقة الضاغطة من قبل روسيا؟ نعم دارين، بالنسبة للغاز روسيا تعلم جيدا على أنها في حال أوقفت الغاز بشكل نهائي عن القارة الأوروبية، هذا الأمر سيدفع القارة إلى البحث بشكل جدي وبشكل سريع عن بديل للغاز الروسي. وهذا والغاز يعتبر ورقة ضغط وورقة رابحة بيد القيادة الروسية، ومن غير الممكن أن تترك روسيا هذه الورقة أو من غير الممكن أن تدفع بالقارة الأوروبية لتسريع البحث عن بديل للغاز الروسي. بيان شركة غازبروم حسب الخبراء يوم أمس وربطهم مسار الأعطال التقنية والصيانة في خط نورد ستريم 1 وبوقف تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية لأجل غير مسمى هي رسالة روسية حسب الخبراء إلى الدول الأوروبية وتحديدا إلى فرنسا وألمانيا بضرورة العودة إلى الحوار مع موسكو، نظرا إلى أن بديل للحوار وبديل لرفع العقوبات على روسيا هو انقطاع للغاز الروسي عن القارة الأوروبية. لا زالت موسكو لغاية الآن دارين تهدد وتنبه الدول الأوروبية بأن ممارسة أو المضي قدما في السياسة الأمريكية وفي الضغوط والعقوبات على روسيا، بالتأكيد روسيا لن تغمض أعينها عن هذا الأمر ولن تقف مكتوفة الأيدي. بالتأكيد روسيا ترد على هذه الخطوات، ومن أبرز هذه الردود هي وقف الغاز عن القارة الأوروبية، لكن بالمقابل موسكو لا زالت لغاية الآن تؤكد التزامها بكافة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأوروبية، لكن ذلك وبالرغم من تأكيد موسكو الالتزام بالاتفاقيات ذلك لن يمنع موسكو أيضا من استخدام الغاز كسلاح وكورقة ضغط على الدول الأوروبية. الأشهر القليلة المقبلة في حال لم ترفع العقوبات أو في حال لم يتم التفاوض مع موسكو بخصوص عدد كبير من المجالات ومنها عدم تقديم الدعم العسكري ومواصلة تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا، بالتأكيد موسكو ستقطع الغاز بشكل نهائي عن القارة الأوروبية. لكن جميع المؤشرات لغاية الآن تشير إلى أن روسيا ما زالت مستفيدة من بيع الغاز إلى القارة الأوروبية. بالفعل يعني لا تزال مستفيدة وهو مصدر اقتصادي رئيسي بالنسبة لروسيا. عبر الهاتف من موسكو كان معنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز إلى روسيا، بنشكرك دائما على موافاتنا بكل ما هو جديد فيما يخص ملف الأزمة الروسية الأوكرانية.